فقال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه هي ما معنى التقوى، يعني جاءت يعني من الوقاية، يعني اجعل بينك وبين ما وقاية، اجعل بينك وبين المحرمات وقاية، اتق المحارم، يعني اجعل بينك وبين المحظورات وبين الممنوعات وقاية، يعني الوقاية هي الحاجز، يعني اجعل بينك وبين المحرمات حاجز، يعني ما تقربهمش، اتق المحارم تكون أعبد الناس. وسبحان الله بأن أي وصية من هذه الوصايا، أي وصية من هذه الوصايا يعني تتكون يعني من شطرين، يعني تكون جواب يعني الفعل ثم الجواب. وسبحان الله يعني أي هذه الوصية، أي هذه الكلمات تكون يعني من شطرين، الشطر الأول ثم الشطر الثاني، وإلا ما كاين الشطر الأول راه حتى الشطر الثاني ما يكون. يعني شوف الشطر الأول ما هو، اتق المحارم، أرى الجواب تكون أعبد الناس، بمعنى إلا ما خليتي المحرمات راه غتكون أقل الناس عبادة، وخطر تصلي وتصوم ودير هذه المحرمات. إذا اتق هذا فعل، فعل الشرط، الجواب ديالو تكون أغنى الناس، تكون أعبد الناس، اتق المحارم. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، الخوف من الجليل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. اتقوا الله واتقوا الله، يعني اجعل بينك وبين الله وقاية. بماذا؟ بالعبادة ديالك، يعني بالصيام ديالك، بالصلاة ديالك، بالزكاة ديالك، بالحج ديالك، بالعمل ديالك، العمل ديالك الصالح، والعمل يعني والمعاملة ديالك الحسن. اتق المحارم تكون أعبد الناس عبادة، اتق المحارم تكون أعبد الناس. إذا هذا الحديث يعني غادي نخليه يعني هذه الوصية أخرى نخليهم يعني الحصة المقبلة إن شاء الله باش ما نطول عليكم. اتق المحارم تكون أعبد الناس، وعقلوا على هذه الوصية، يعني أنا غدا غادي نزيد لكم الوصية أخرى، وبعد غدا نزيد لكم الوصية أخرى، تحفظوا هذا الحديث هذه الوصية. إذا الوصية الأولى اللي قريناها هي اتق المحارم تكون أعبد الناس، هذه هي الكلمة اللي غادي تحفظوا اليوم، حفظوا غير هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعدني خمسا فقال اتق المحارم تكون أعبد الناس. قال لك واحد الفقيه مشى، مشى شاف واحد الدوار ولقى فيه غير الناس الكبار، لقاهم ساكنين مع حدو حتى مع حدو الفاتحة، والو عيا معاهم يعني حتى والو، زيد حتى في ثمن فوق صياد ياك السما خصيه ها والو، اري سقر الفقيه اللي هيرني والو تيقريهم حتى عيا. المهم قال لهم اليوم راه غادي نتلاقاو هنا في العشاء، خصكم نتلاقاو هنا كاملين لما جراها نشوف اش نديرو معاه، نتلاقاو في الجامع حتى نحفظوا هذه الفاتحة. حاول معاهم، دار معاهم الحيان، قال لهم نتجمعوا هنا، وجمعهم الفقيه فعلا، قال لهم راه ما نخرجوا من هذا المشي حتى نحفظوا الفاتحة، ودار لهم واحد الطريقة يعني مزيانة، قال لي أنت أدى عدي سميتك، أنت سميتك الحمد لله، عقل عليه، عقل على السمية ذلك الحمد الحمد لله، وأنت رب العالمين، وأنت الرحمن الرحيم، وأنت مالكي، وأنت يومي، وأنت الدين، كل واحد عقل على السمية ديالو. غادي نسولك انت نقول سميتك صاحبك، غادي يقول لي الحمد لله، ايوا عقل على ديالك ولا ديال صاحبك. المهم كل واحد عطاه واحد الكلمه، قال لي انت سميتك الحمد لله، انت لله، انت ربي، انت العالمين، انت الرحمن، انت يعني حتى قال لهم يعني حتى كمل لهم الفاتحه غير. المهم تيسولهم تيقول سميت هذا سميت الحمد لله، وهذا لله، وهذا ربي، وهذا العالم، حتى حضر الفاتحه بهذه الطريقه. يعني الغايه تبرر يعني لا الغايه تبرر الوسيله. يعني الانسان حاول معهم بداك الشيء اللي عرفوا، وحفظ لهم الفاتحه بهذه الطريقه. اذا حتى احنا الحمد لله يعني في هذا الصباح المبارك يعني نعقلوا على هذه الوصيه اللي قلنا اتق المحارم تكون اعبد الناس، والمحرمات راه واضحه، الحلال بين والحرام بين، حتى واحد دابا ما يمكنش يعني تجي يقول لك راه انا ما عرفت الحرام يعني ما واخا ما قرا تمشي يعني ما عرفتش القمه في الجبل مثلا تديني واحده، اي واحد دابا تلاقيتي معاه تعطيه واحد القرعه ديال شي مشروب شي عصير، واحد اخر ديال هذاك الاخر تقول لي اش بيت شكون هو الحرام والحلال، غادي يقول لك انا بيت هذا، ما يهز لك هذاك الاخر واخا ما قرا،
تعطيه القرعه ديال الكوكا والقرعه ديال الويسكي ولا ديال الاسميدو غادي يجيب لك هذا يقول لك هذه حرام، واخا هو ما عمر قرا تمشي يعني القبه الجبل ما عمر قرا يقول لك هذا باش عرف الحرام من الحلال باش عرفوا بالفطره. الفطره في الانسان راه غير واخا غير صغير تيتجاهل ولا غير يعني غير ناقور وجحود راه عارف الحلال من. ولهذا الرسول قال لك الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، يعني بعض المسائل اللي هي تتكون يعني غامضه شويه ما تعرفها الا الناس اللي هما قريب، اما الحلال واضح خالص واضح والحرام اللي هو واضح خالص واضح للعيان لا يحتاج الى دراسه. ما يقول لك الانسان انا ما عرفت واش حرام ولا حلال، دابا التدخين يعني الله يرضى حتى واحد ما عرفش ما تيضر، كله عرفوا الناس تيضر راه كله عرفوا الناس بان راه تيضر. اي واحد دابا سولتيه واش هو طيب ولا خبيث غادي يقول لك خبيث، ما يمكنش يقول لك هو طيب. اذا يعني اتق المحارم تكون اعبد الناس، اتق المحارم تكون اعبد. وهذه الوصيه الاخرى غادي نخليوها ان شاء الله الحصه المقبله ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا الله غفور رحيم، واصلي واسلم على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.